بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 110. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في إجابة الإخوة والأخوات. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك. هذا السائل أبو عمار يقول: لماذا اقترن في الآية الكريمة الصلاة بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. استعينوا بالصبر والصلاة. الله جل وعلا جمع بين الصبر والصلاة، لأن الصلاة تعين على تلقي المشاكل وتسهل للعبد حلولها، وكذلك الصبر فيه أيضا إمداد للعبد بحسن الرجاء وتوكل على الله انتظار الفرج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل مقيم في الرياض يقول: بالنسبة لحكم الشريعة في نقل القبر من مكان إلى آخر. هذا يرجع إلى المفتي أو إلى القاضي في البلد وإلى الإفتاء في الرياض، فلا ينقل القبر إلا بإذن شرعي من إحدى الجهتين، ما من القاضي في البلد وإما من الإفتاء في الرياض، وعادة أن القاضي يكتب للمفتي بهذا الشأن وينظر فيه. نعم. هذا السائل أبو عبد الله يا شيخ صالح يقول: استقدمت خادمة واشترطت علينا أن نحججها قبل إتمام المدة وقبل سفرها، ولم تسمح لنا الظروف، وأعطيناها مبلغ الحجة وقلنا تحجين أنت، فسافرت ولم تحج معنا. ما دام أنها رضيت بذلك هذا راجع إليها، هذا حق لها، وقد تراضيتم أنتم وإياها على هذا الذي ذكرت فلا بأس بذلك، ولكن إذا كانت لم تحج حجة الإسلام هي باقية في ذمتها. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر عند عقد النكاح، وهل لابد من الكتابة، وهل يكفي شاهد واحد؟ الشروط: لابد من وجود الولي، ولي المرأة الذي يعقد لها، ولا بد من رضاها إذا كانت قد بلغت، ولا بد من رضاها بالزوج، ولا بد من الإيجاب والقبول، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من ينيبه، واللفظ الصادر من الزوج أو من ينيبه. نعم. سائلة من بيشة أرسلت بهذا السؤال الشيخ، تقول: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة هل لابد من فك شعرها؟ لابد من نقض شعرها إذا كان عليه شيء من الحنة ونحوه، لا بد من نقضه ليبلغ الماء إلى البشرة. وأما في الجنابة فلا يلزم نقضه، لأن الجنابة تتكرر وفي نقضه مشقة. فأما في الحيض والنفاس فلا بد من نقضه عند الاغتسال للحيض أو للنفاس. نعم. هذه السائلة يا شيخ تقول بأن والدي زوجها يا شيخ من رجل، وقد أخذ من مهرها 20,000 والمهر كان 50,000، فهل له ذلك يا شيخ؟ إذا كان أباها فله ذلك، وإذا كان غير أبيها كأخيها أو ابنها فلا بد من إذنها ورضاها بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن ماء زمزم إذا خصص للاغتسال، وهل لو اغتسل بدورة المياه عزكم الله هل في ذلك شيء؟ لا بأس بذلك. نعم. تذكر أم سعود وتقول بأن هذه المرأة تحمل المصحف في صلاة الفريضة لأنها لا تحفظ إلا قصار السور. لا، ما تقرأ من المصحف في الفريضة، تقرأ من قصار السور التي تحفظها. نعم. أحسن الله إليكم. في الآية الكريمة يا شيخ: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. وما أمروا أي الناس إلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له، ولذلك خلقهم
لهم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة حق الله على العبيد، خلقهم لعبادته، فلا بد من عبادته سبحانه وتعالى، ونفعها راجع إليهم، نفع هذه العبادة راجع إليهم. نعم. السائلة يا شيخ تقول بأنها أدت العمرة مع زوجها وأثناء الطواف انتقض الوضوء فأكملت مرة، أكملت الأشواط حتى انتهائها. لا بد من الطهارة للطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا روي عن ابن عباس موقوفا ولكن له حكم الرفع، لأن هذا ما لا يدخله الرأي يكون له حكم الرفع. لا بد من الطهارة للطواف عند جمهور أهل العلم، فلا بد من إعادة الطواف إذا طافت وهي على غير طهارة، لا بد من إعادته إذا كان لحج أو عمرة. نعم. تقول أختي أيضا أدت الطواف وبعد الطواف بتقريبا ساعة جاءها الحيض، فسعت في المسعى يا فضيلة الشيخ وأكملت أشواط السعي. لا بأس بذلك، السعي لا تشترط له الطهارة، فيجوز أن تسعى وهي على غير طهارة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو علي يسأل يا شيخ يقول هناك سؤال حول البكاء على الميت، وهل الصراخ جائز فضيلة الشيخ؟ البكاء جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم. لكن الصراخ ورفع الصوت هذا أمر لا يجوز لأنه من الجزع. نعم. الشيخ صالح هذا يسأل عن سورة الفاتحة، وهل تكفي في الرقية؟ نعم تكفي، ولكن كل ما كثرت من السور ومن الآيات فهي أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول مواقع التواصل كيف توظف في خدمة القرآن؟ هذا يرجع إلى المستعملين لها، يستعملوها في القرآن وفي الدعوة إلى الله وتعليم الناس أصبحت وسيلة خير، وإذا استعملوها لغير ذلك فإنها تصبح وسيلة شر إذا كانت تروج الشر، وإن كانت تروج المباح فهي مباحة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول من خلال هذا القرآن العظيم كيف تأثير القرآن على الآخرين، وهل تأثر به من جاء بعد الإسلام؟ نعم، القرآن يؤثر على من حضر قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر القلب. لا بد من حضور القلب عند التلاوة، عند قراءة القرآن وتدبر القرآن، أما إجراؤه على اللسان من غير تدبر هذا لا يجدي شيئا. نعم. جمعان يقول فضيلة الشيخ صالح لي أخ يغسل ويدخل من الظهر حتى قبيل المغرب أو بعد المغرب في بعض الأحيان، كيف يتعامل مع الصلاة؟ إذا كان يدخل التغسيل قبل دخول وقت الصلاة، قبل دخول وقت الظهر مثلا، فإنه يؤخر الظهر ويجمعها مع العصر في وقت العصر، وإذا كان أنه يدخل التغسيل بعد دخول الوقت فإنه يصلي قبل أن يدخل التغسيل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا راعي يقول عندي مجموعة من الأغنام وأكثر الوقت أقوم بتعليفها، ومن جهتي الزكاة لهذه الأغنام كيف تقوم مأجورين؟ هذه الأغنام إن كنت تريدها سائمة فلها حكم، وإن كنت تريدها للبيع لها حكم. فإذا كنت تريدها سائمة ورعت من المباح الحول أو أكثر فإنها تجب فيها الزكاة، أما إذا كنت تعلفها وأنت تريدها للقنية وتعلفها الحول وأكثر فليس فيها زكاة، إلا إذا كنت تنويها للبيع فهذه أصبحت من عروض تجارة فتثمنها بما تساوي وتزكيها، أو إذا بعتها تزكي قيمتها. نعم. فضيلة الشيخ هذا حامد يقول بالنسبة لبناتي هل وأزواجهن فقراء ورواتبهم ضعيفة، هل أعطي بناتي من زكاة مالي؟ لا تحل زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، ولكن إذا أعطيتها الزوج ولم تعطيها لها فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل للاستغفار وقت معين أم أن الإنسان يستغفر في كل وقت؟ ليس له وقت معين، ولكنه يأتي بعد الصلاة يستغفر الله 3 مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يأتي بعد الصلاة مباشرة. نعم. أحسن
الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، عبارة أما بعد هل استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه؟ أما بعد، هذه فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه، يستحب ذلك. نعم. يردد بعض الناس يا شيخ إذا دخل رمضان يقولون رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هل هذا حديث أو أثر؟ هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في إسناده نظر. سمعت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول رمضان كله تجتمع فيه هذه الثلاثة، كله من أوله إلى آخره، الرحمة والمغفرة والعتق من النار، تجتمع فيه من غير هذا التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عمر يقول يا شيخ الشباب في وقتنا الحاضر هم مستهدفون، فما هي الكلمة التي يوجهها سماحة الشيخ صالح الفوزان لهم؟ نوجههم بأن هم أبناء المسلمين وأبناء الإسلام، فعليهم أن يتمسكوا بدينهم وأن يقبلوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم وما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، يقتفون آثارهم ويسيرون على نهجهم، وأن يحذروا من الأفكار الهدامة، خصوصا من هذه المواقع وهذه الوسائل التي تبث الشر، ليحذروا منها غاية الحذر. نعم. الشيخ يسأل السائل يقول إذا نوى المعتمر الدخول في الإحرام بقصد ونسي أن يقول لبيك اللهم عمره عند مروره بالميقات في سيارته، فما الحكم؟ التلبية سنة، وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، فإذا نوى دخول في النسك صار محرما وإن لم يتلفظ. نعم. في سؤاله الثاني، ما دلالات وعلامات قبول الحج بعد أن أدى الإنسان الفريضة ورجع إلى أهله؟ هذا لا يعلمه إلا الله، ولكن يقولون إذا كانت حالة الإنسان بعد حجه أحسن من حالته قبل حجه، فهذا دليل على أن حجه مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان فضيلة الشيخ، ما الضابط فيها ليلة الجمعة؟ السجدة وسورة الإنسان يقرآن في صلاة الفجر من يوم الجمعة، تقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وتقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية، هكذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي يقسم يا شيخ سورة السجدة قسمين؟ ما أتى بالسنة، هذا ما أتى بالسنة، السنة أنها تقرأ كاملة، السورتان يقرآن كاملتين. نعم. يقول السائل أبو إبراهيم أرجو أن تقفوا مع بداية سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله تعالى ألف لام ميم هذا من الحروف المقطعة التي لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول إن هذا إشارة إلى الإعجاز، لأن هذا القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها، فهذا من الإعجاز، فهو مركب من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، لكنكم لا تستطيعون أن تأتوا مثل هذا القرآن أو بآية منها أو بسورة منه، هذا إشارة إلى الإعجاز، ولهذا يأتي بعد كل مقطع من هذه الحروف في أول السورة ذكر للكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء ذلك الكتاب، يأتي ذكر للكتاب، مما يدل على أن هذه الحروف إشارة إلى الإعجاز. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة وصلت باسم سماحتكم. يقول هذا السائل الشيخ صالح، إمام مسجدنا صلى بالجماعة على غير طهارة واكتشف ذلك أثناء الصلاة، فما الحكم في حقه وحق المأمومين؟ عليه إذا كان دخل في الصلاة وهو على غير طهارة فإن هذه الصلاة غير صحيحة، فعليه أن ينصرف، إما أن يوكل من يصلي بالناس، وإما أن يأمرهم بانتظاره حتى يتطهر ويأتي ويصلي بهم. وهذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تنبه أنه على غير طهارة قال مكانكم، ثم ذهب وتطهر عليه الصلاة والسلام وجاء وصلى بهم، ولا يستمر وهو على غير طهارة، صلاته باطلة. نعم. السائل أبو سالم يقول شيخ، قرأت في كتاب التوحيد ورد في باب التوحيد بعنوان من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما معنى ذلك؟ حقق التوحيد
التوحيد يعني صفاه، تحقيق التوحيد تصفيته من الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد، وهذه مرتبة عالية، ولهذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنه حقق التوحيد. نعم. السائلة أم صالح تقول: شيخ، أنا مدرسة وراتبي طيب ولله الحمد، ولي أخ يريد الزواج، هل أعطي أخي الشاب ليتزوج من زكاة مالي؟ إذا كان لا يستطيع أن يتزوج إلا بالمساعدة فساعديه ولو من الزكاة. نعم. تقول: يا شيخ، هل يمكن الجمع في النية بين صيام 3 أيام من الشهر ويوم عرفة؟ لا تخلط هذا مع هذا، صم يوم عرفة وصم 3 أيام قبله أو بعده من الشهر، لا تخلط هذا مع هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الحكم في من توفيت بعد أن أخذت من رمضان أياما مفطرة، هل عليها صيام أم لا؟ إذا ماتت بمرضها فإنها ليس عليها شيء، أما إذا أفطرت من أجل المرض ثم شفيت واستطاعت الصيام لكنها ماتت فإنه يكمل عنها، يصوم عنها وليها، قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.